بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعض يا شباب في حل أسئلة كتاب الامتحان. سؤال رقم 1، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، نوع من التكاثر يتم عن طريق فردين مختلفين ذكر وأنثى على طول التكاثر الجنسي. رقم 2، غدتان بيضاويتين الشكل وظيفتهما ايه بقى؟ انتاج الامشاج المذكرة. يبقى على طول مين اللي مسؤول عن انتاج الحيوانات المنويه او الامشاج المذكره؟ على طول خصيتين. رقم 3، كيس جلدي بداخله خصيتين يتدليان بين الفخذين خارج تجويف الجسم. الكيس الجلدي مين؟ كيس الصفر، تمام؟ وده مصطلح لازم تكون حافظه عشان مهم وهيجي لك في الامتحان. رقم 4، سائل قاعدي يتكون من افرازات الغدد الملحقه بالجهاز التناسلي الذكري على الحيوانات المنوية. ايه هو السائل القاعدي بقى؟ اسمه السائل المنوي، تمام؟ بيفرز على الحيوانات المنوية. رقم 5، غدتان كل منهما في حجم اللوزة المقشورة. بص انا هكمل لك قراءة السؤال عشان خاطر تبقى شايف المصطلح ماشي ازاي، لكن هو طالما قال حجم اللوزة المقشورة على طول يبقى المبيضان او المبيض، تمام؟ بس هكملها لك. يقع اسفل التجويف البطني من الجهة الظهرية لأنثى الإنسان، تمام؟ بس أنت أول ما تلمع حجم اللوزة المقشورة دي على طول إيه؟ المبيض. رقم 6، قناة أنبوبية مهدبة من الداخل تبدأ بفتحة قمعية ذات زوائد إصبعية اللي قلت لك عليها زي الإيد الفيديو اللي فات، تبقى على طول قناة فالوب، تمام؟ رقم 7، عملية يقوم فيها المبيضان بالتناوب بإنتاج بويضة كل 28 يوم. على طول بإنتاج البويضة كل 28 يوم، اسم العملية عملية التبويض، تمام؟ رقم 8، السن الذي يتوقف عنده إنتاج البويضات من المبيضين في الإناث. على طول السن ده اسمه سن اليأس. رقم 9، عضو تناسلي أجوف كمثري الشكل يتم فيه تكوين ونمو الجنين. يتم فيه التكوين ونمو الجنين على طول اسمه الرحم، تمام؟ الرحم هو المسؤول عن تكوين ونمو الجنين. رقم 10، أنبوب عضلي يمتد من عنق الرحم وينتهي بالفتحة التناسلية على طول اسمه المهبل، تمام؟ رقم 11، خلية تحتوي على 23 زوج من الكروموسومات ناتجة عن اندماج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويض على طول اسمها الزيجوت. نواة المذكر مع نواة المؤنث يديني زيجوت، تمام؟ واحفظ عدد الكروموسومات هتشتغل عليها بعدين، تمام؟ رقم 12 اللي هم كام؟ 23 زوج اصلا، 23 زوج يعني 46 فرد، تمام؟ رقم 12 بيقول لي عملية اندماج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة لتكوين الزيجوت على طول اسمها الإخصاب، وهو حدد لي حيوان منوي مع بويضة يبقى الإخصاب في الإنسان. رقم 13، الفترة الزمنية من بدء العدوى إلى ظهور أعراض المرض اسمها إيه؟ اسمها فترة حضانة أو فترة حضانة المرض، تمام؟ رقم 14، مرض ينتقل عن طريق رذاذ الشخص المصاب وتسببه بكتيريا كروية الشكل اسمه ايه المرض ده؟ مرض حمى النفاس. رقم 15، مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بشخص مصاب وتسببه بكتيريا حلزونية الشكل. حلزونية الشكل مرض الزهري على طول، تمام؟ رقم 16، شخص لا تظهر عليه أعراض المرض بالرغم من أنه حاملا للميكروب المسبب للمرض يبقى اسمه شخص حامل للمرض، تمام؟ سؤال رقم 2، أذكر اسم العضو المسؤول عن كل من 1، حفظ درجة حرارة الخصيتين أقل من درجة حرارة التجويف الجسم اسمه ايه على طول؟ ده كيس الصفر، تمام؟ تمام. رقم 2، إفراز هرمون التستوستيرون على طول من الخصية. رقم 3، انتاج الحيوانات المنوية برضو من الخصية. رقم 4، صب افرازات على الحيوانات المنوية لتكوين السائل المنوي ده ايه على طول؟ ده الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي في ذكر الانسان، تمام؟ رقم 5، خروج السائل المنوي والبول عند الذكر في زمانين مختلفين مين المسؤول بقى عن الحركة دي؟ القضيب. رقم 6، انتاج البويضات في الانثى انتاج البويضات على طول مسؤول عنه المبيض. رقم 7، افراز هرمون الاستروجين مين المسؤول عن افراز هرمون الاستروجين؟ المبيض. رقم 8، استقبال البويضة الناضجة ودفعها باتجاه الرحم مين المسؤول عن كده؟ قناة فالوب. رقم 9،
حماية الجنين أثناء فترة الحمل، الرحم هو المسؤول عن حماية الجنين أثناء فترة الحمل. رقم 10، توصيل الغذاء من المشيمة إلى الجنين أثناء فترة الحمل، اسمه الحبل السري. تمام، اللي بوصل الغذاء على طول الحبل السري. سؤال رقم 3، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. رقم 1، يتميز التكاثر نقط بأن الأفراد الناتجة عنه تحمل صفات مشتركة بين الأبوين، بينما يتميز التكاثر نقط بأن الأفراد الناتجة عنه تكون نسخ طبق الأصل من الفرد الأبوي. بدل ما هيحمل صفات مشتركة يبقى تكاثر جنسي. طيب لو هيحمل نفس النسخ أو نسخة طبق الأصل يبقى هو هيورث من شخص واحد بس، يبقى على طول لا جنسي. سؤال رقم 2، وظيفة الخصيتين إنتاج إيه؟ حيوانات المنوية. طب بتفرز إيه؟ أكيد بتفرز هرمون. طيب اسم الهرمون إيه؟ التستوستيرون. تمام؟ رقم 3، يتصل بالجهاز التناسلي في ذكر الإنسان 3 أنواع من الغدد الملحقة، هي إيه وإيه وإيه؟ إيه هما الثلاثة أنواع دي بقى؟ حويصلتين منويتين وغدة كوبر وغدة البروستات. رقم 4، البول سائل بينما السائل المنوي سائل إيه؟ ده صفة السائل إيه وده صفة السائل إيه؟ البول سائل حمضي إنما السائل المنوي قاعدي. رقم 5، هرمون نقط هو المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية لأنثى الإنسان، الاستروجين. طيب بينما هرمون نقط هو المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية لذكر الإنسان، على طول التستوستيرون. وخد بالك يعني انت الهرمونات عندك دي الهرمونات الذكرية الأساسية اللي عندك يعني هم محدودين، لما تكبر شوية بقى هتاخد هرمونات قد كده وقد اللوكش قد كده هتبدأ ايه بقى تتهم بين، لكن انت اهم حاجة تحفظ وظيفة الاستروجين من دلوقتي والتستوستيرون من دلوقتي. انا بقول لك الحاجات دي عشان لما تكبر هتحتاجها، الحاجات اللي احنا مش هنحتاجها لما نكبر مش هقولها لك، مش هركز لك عليها يعني، هقولها لك معلومة في الدرس وشكرا على كده. رقم 6، يقع المبيضين نقط التجويف البطني للأنثى من الجهة، نقط المبيضين محطوطين على طول اسفل التجويف البطن. تمام؟ تمام. من الجهة الظهرية. تمام؟ بينما تقع الخصيتين في كيس الصفر خارج تجويف جسم الذكر. تمام؟ واحنا اتكلمنا لو هي جوه التجويف، لو جوه تجويف فعلى طول كده في الشخص ده مصاب بالعقم. تمام؟ رقم 7، الامشاج المذكرة في الانسان هي الحيوانات المنوية، بينما الامشاج المؤنثة هي البويضات. رقم 8، من مظاهر البلوغ في الأنثى نمو الثديين، وإيه بالنسبة للصوت؟ نعومة الصوت وتراكم إيه؟ الدهون في بعض أجزاء الجسم وظهور الشعر في بعض مناطق الجسم. رقم 9، تبدأ الدورة الشهرية من سن البلوغ الذي يتراوح من 11 ل 14 سنة وتتوقف عند سن كام؟ الذي يتراوح بين 45 ل 55 سن اليأس، هو اللي من 45 ل 55. معلومة برضو، السن ده سن الافريج او المعدل الطبيعي او النورمال رينج. يعني ايه النورمال رينج؟ ده المعدل الطبيعي او النسبة الطبيعية. طيب في حالات اعلى من كده بالنسبة مثلا مرحلة البلوغ، تمام، ممكن مثلا حد يبدأ سن البلوغ عنده من 15، ممكن حد يبدأ بدري شوية. طب سن اليأس ممكن يبدأ بدري شوية وممكن يتأخر شوية، دي احنا بنتكلم دلوقتي السن ده دي اسمها النورمال رينج. النورمال رينج، تمام، النورمال رينج يعني المعدل الطبيعي، دي برضو حطها في ودانك عشان هتسمعها بعدين كتير، الدكاترة طبعا اللي هيكبروا بعد كده ويخشوا طب وحاجات زي كده هيسمعوا الموضوع ده كتير. تمام، فانت لازم تعرف ان احنا معانا ده السن اللي فئة كبيرة جدا او اكبر فئة بيحصل معهم كده. طيب يعني الخراطيش اللي بتطلع من النص، يعني مثلا حاجات نسب بسيطه كده، دي مش بنتكلم عنها قوي ولا بنحطها في المعلومات الثابته معانا، بنقول عليها ايه؟ سبيشال كيس او حاله خاصه. تمام. رقم 10، يقع الرحم داخل تجويف عظام ايه؟ الحوض، بين الايه والمستقيم، بين المثانه والمستقيم. رقم 11، يتكون الحيوان المنوي من ايه وايه وايه؟ من راس، قطعه وسطى، ذيل. تمام. رقم 12، نقط خلية ساكنة في حجم حبة السمسم، البويضة، بينما نقط غدة في حجم اللوزة المقشورة، المبيض. وانا قلت لك اللوزة المقشورة على طول مبيض. تمام. رقم 13، يحتوي نقط بالبويضة على غذاء مخزن، الغذاء المخزن على طول بيبقى في منطقة اسمها سيتوبلازم، وده المكان اللي بقدر اخزن فيه الغذاء في اي خلية موجودة عندك. تمام.
دي برضو معلومة خدها عندك. السيتوبلازم هو المكان اللي بيقدر يخزن فيه الغذاء في أي خلية موجودة. طيب الغذاء ده بيتخزن على هيئة إيه؟ نشا. وأنت هتبقى تعرف. وفي برضو بيبقى يسبح فيه مثلا أجسام منتجة للطاقة زي الميتوكوندريا والكلام ده، هتبقى إيه تاخد الكلام ده لما تكبر. ماشي، الكلام ده بتوسع شوية لما تكبر. في كام معلومة في المنهج عندك، بس الكلام ده بتوسع أكتر لما تكبر. تمام، يعني هتاخد المعلومات الكبيرة دي بقى عشان تبقى تقول مستر مصطفى ولا قال لي معلومات عنها بدري، لأن أنا طبعا مش هشتغل معاك الحاجات دي لما تكبر. لما تكبر أنا هشتغل معاك جزء تاني، بس المستر اللي هيبقى معاك أنت أو الدكتور مثلا اللي هيشتغل معاك لما تبقوا دكاترة قد الدنيا كده، هتبقى تقول له مستر مصطفى كلمنا عن الموضوع ده. بينما يحتوي نقط بالحيوان المنوي على نصف المادة الوراثية، على طول اللي بيحمل نصف المادة الوراثية بيبقى الرأس بتاع الحيوان المنوي. تمام، رقم 14، ينتج مبيض الأنثى الإنسان بويضة واحدة ناضجة في اليوم رقم 14 أو اليوم الرابع عشر من بدء الطمث. تمام، والموضوع ده هتاخده برضو بتوسع، يعني لازم تفضل حافظ الجملة دي لحد ما تكبر برضو. رقم 15، تكون الزيجوت نتيجة اندماج نواة الخلية المذكرة أو مشيج مذكر مع نواة الخلية المؤنثة اللي هو المشيج المؤنث. تمام، رقم 16، تسمى الفترة بين عملية الإخصاب والولادة فترة حمل، والتي تستغرق كام شهر؟ 9 شهور، كلنا ولاد 9. رقم 17، من أمراض الجهاز التناسلي في الإنسان، حمى النفاس، الزهري، كذا مرض بقى، يعني أنت عايز المرض اللي يطلع منك قوله. رقم 18، مرض حمى النفاس تسببه بكتيريا نقط الشكل، حمى النفاس على طول بكتيريا كروية. طيب بينما المرض الزهري على طول حلزونية. ماشي، واحنا متفقين عليها من الفيديو ده عادي خالص، مش من الفيديو اللي فات قوي. رقم 19، من اعراض مرض نقط خروج افرازات كريهة الرائحة مصدرها الرحم، على طول من اعراض حمى النفاس. بينما من اعراض مرض نقط ظهور قرحة صلبة غير مؤلمة في المهبل، على طول ده مرض الزهري. رقم 20، ظهور طفح جلدي نحاسي اللون على كل من لا اما اليد لا اما الظهر بتاع المريض، من اعراض مرض الزهري. تمام، الطفح الجلدي النحاسي ده من اعراض مرض الزهري، بيظهر لا اما في الظهر لا اما في اليد. رقم 21، من مضاعفات مرض الزهري، تلف ايه واصابه ايه في مناطق متفرقه من الجسم، تلف المخ والاصابه بالاورام. رقم 22، يؤدي التدخين والإدمان إلى تقليل إفراز نقط عند الذكور، بدل ما قالك عند الذكور يبقى على طول هيأثر على هرمون التستوستيرون. تمام، وموت نقط عند الإناث، هيتكلم عن الإناث، وموت على طول هيتكلم على الأجنة. تمام، الجنين هيموت. هوقف معاك الفيديو ده عند هنا، وهنكمل إن شاء الله الفيديو الجاي من أول سؤال رقم 4. سلام عليكم.